طبعا. فيعني نستكمل بقى الحديث عن المرأة المصرية وعظمتها. فردوس عبد الحميد، اخترتي يمكن الدور ده، جدارة المرأة المصرية في اجتياز الصعاب، هل ده كان هدف؟ لأنه معظم المسلسلات والأعمال اللي قدمتيها كنت بتركزي على بطولة المرأة المصرية في الحياة. هو أنا عايز أقول إن المرأة المصرية بدون تحيز وبدون مجاملة هي أعظم امرأة في العالم، لأن الواحد لما بيشوف المرأة المصرية بتعمل إيه، يعني بتضحي بروحها وبتضحي وبتنكر ذاتها عشان عيلتها أيا كان، مش بس عشان ولادها. يعني إحنا لسه كنا بنتكلم على ظاهرة الأخت الأم، صحيح، دي مش موجودة في أي بلد في العالم. الأخت اللي هي لما عائل الأسرة بيروح الأم والأب وهي بتتولى تربية إخواتها وبتضحي بمستقبلها وبأحلامها عشان خاطر يعني إخواتها وتربيهم، دي الظاهرة دي مش موجودة إلا في مصر. كل واحد بره بيشيل نفسه. بالظبط كده. يعني مش ممكن حد يتخيل ان ست تضحي بعمرها كله وتنهي حياتها هي لمجرد انها بقت ام لاخواتها. حضرتك عملتي ده؟ يعني عملته في ليله القبض على فاطمه. في ليله القبض على فاطمه يعني حضنتي على اخواتك، حميتيهم حتى من اخوهم. بالظبط، صح، حتى من اخوهم يعني. وفي النوة كمان، وفي النوة اللي هي الاخت اللي كانت هي بتراعي الاخوات كلهم، ودمها خفيف بقى معاهم في الحياة. يعني مش دور الام اللي هي طول الوقت بتعاقب وبتنبه وبتنصح، ساعات برضو كنت بتعرفيهم انك اختهم، وده كان مهم جدا ان حضرتك توصلي لازم العلاقة برضو يبقى فيها الاخد والعطا ده. ودي من يعني من سمات الأم المصرية، إنها لما بتوجه ما بتوجهش بالعنف، لا، بتوجه ممكن بخفة الدم. يعني بتحسس الطفل إنه يعني إنها ما بتحسسوش إنها بتوجه له حاجة ممكن تبقى جافة، لكن ممكن تعملها له في نكتة، صحيح، في هزارة، في كده لغاية ما يستوعب. فيعني الحقيقة كل الشكر للأم المصرية اللي هي بتضحي بكل أمالها وأحلامها من أجل عيلتها.